السلام عليكم، معكم ميمون، وفي هذا الفيديو سنتحدث عن سير الأوبرا، بالتحديد المقابر التي كانت موجودة هناك. سأعتمد على GTA Liberty City Stories و GTA 3 و GTA Advance لأن خرائطهم متشابهة تقريبا. أما GTA Chinatown Wars و GTA 4 قاموا بإعادة تصور لمدينة Liberty City بالكامل. لماذا أتكلم عن سير واحد في فيديو؟ لقد طبقت هذا في السابق في سير تمثال الجندي وكان الفيديو ناجح، أعجب البعض أظن ذلك. لهذا قررت أن أتكلم عن المزيد من الأشياء التي نسيت ذكرها في أسرار وغرائب GTA 3. فلنبدأ في الجزء الثالث. في بيدفورد بوينت جزيرة ستونتون يوجد أوبرا، وهذا في عام 2001 حسب أحداث اللعبة. وفي عام 1998 يوجد مقابر دفنت بها معظم الشخصيات التي ماتت في أحداث قصة GTA Liberty City Stories. اعتقد اللاعبين أن البناية الموجودة في 2001 مسكونة، وبالتأكيد انتشرت إشاعات غبية مثل جميع الكذبات الموجودة حول GTA San Andreas. شبح، أصوات مرعبة، ولكن لا يوجد شيء، كل شيء عادي. كما أنه من المستبعد أن هذا الأمر مخطط له. لا أعتقد أن المطورين قالوا سوف ننشر جزء ببطولة توني وسنضع في الخريطة مقبرة. إذن لماذا لا نجعل الأوبرا مسكونة في GTA 3 حتى يكتشف الناس السبب بعد سنوات في GTA Liberty City Stories في الجزء القادم؟ ولكن بمجرد التفكير أنهم قرروا إزالة البناية الكبيرة ووضع مقبرة في جزء الذي من المفترض أن تحصل أحداثه قبل سنوات، يبدو الأمر غريب. إذا نظرنا إلى GTA Advance سنلاحظ أن المقابر موجودة أيضا، وأحداث GTA Advance تحصل في سنة 2000، يعني قبل GTA 3 ولكنه صدر بعد GTA 3. لندخل في تفاصيل أكثر، سنجد قبر كبير للعمدة روجر سي هول. أعتقد أن إذا قمنا بتغيير حرف سوف تتحول إلى سبة. وقبر لبولي سينديكو، وقبر لشبينجيتسو، وقبر لفينجينسو سيلي ودان شوسو. وهناك أيضا قبر لسيدريك وجيفاني كاسا، على الرغم من أن هذا الأخير تم تقطيعه وبيع لحمه في محله الخاص. وجوزيف دانييل قبره موجود على الرغم من أن جسده ضائع تماما، قتل من قبل هذا الرجل الذي كان يفتح الباب وينظر إلى اللاعب بنظرات غريبة ويبقى صامت. إذن كان لديه دور في سنة 1998 ثم أصبح بواب في 2001. سنلاحظ أن قبر العمدة وقبر سينديكو أكبر وأفخم لأنهم أغنياء أظن ذلك. إذن حصلت بعض التطورات من 1998 إلى 2001، كما أن المقبرة الحديثة مخيفة وهي موجودة أيضا في Liberty City Stories. إذن هناك مقبرة ضيقة من هنا ومقبرة كبيرة من هناك، ثم في 2001 قاموا ببناء شيء ما كبير. كان هذا كل شيء، ألقاكم قريبا يا رفاق.